شكرا. يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام. تلك الكلمة التي هتف بها أطفال درعا، تلك الكلمة التي هتف بها أطفال درعا فاستجابت لها سوريا، تلك الكلمة التي أخافت الدكتاتور، تلك الكلمة التي هزت أركانه، تلك الكلمة التي جعلته يخبط خبط عشواء فيقتل ويدمر ويحرق ويعتقل ويغتصب ويفعل كل الموبقات، كل الموبقات التي فعلت في التاريخ ارتكبها الأسد خلال 3 سنوات في سوريا. مساء الخير للحضور، مساء الخير للسيدة الرائعة النورانية، السيدة الحرة مريم رجوي، مساء الخير لكل أحرار العالم. من سوريا الجريحة جئنا لنقول لكم ها نحن، نحن لن نموت ولن نمت وسنبقى شوكة في عين الجلاد. نحن نعرف أن أخواتنا الإيرانيات والشعب الإيراني الصديق العريق الرائع، كلنا نعرف أن عدونا مشترك. بشار ليس إلا امتدادا لملال إيران وحزب الله، بشار لا يستطيع أن يفعل شيء لوحده لو لم يكن يدعموه ويقفوا معه. ورغم هذا أعدكم وبشرف أن الشعب السوري خرج ليأتي بالحرية ولن يعود إن لم تتحرر سوريا. لن يضيرنا إن وقف العالم معنا أو لم يقف، ولو أن نحن بحاجة لوقوف الشرفاء. أنا محامية من سوريا وكاتبة قصة قصيرة، أشعر أني مهما تحدثت لكم، مهما قلت لكم، مهما شرحت لكم، مهما شاهدتم على شاشات التلفاز، مهما قرأتم في الصحف، لن يتصور أحد الفاجعة التي تعيشها سوريا. وهذا محزن، محزن جدا أن يمر خبر سوريا وأطفال سوريا ونساء سوريا وشباب سوريا كما يمر أي خبر عادي. كتبت يوما في إحدى قصصي ضياع امرأة يعني ضياع مدينة، وضياع مدينة يعني رتلا طويلا من السبايا والعبيد. إذا ضاعت أي امرأة ستضيع البلاد بعدها. كنا نعرف تماما توائم المسارين بين الأنظمة الدكتاتورية القمعية والأنظمة القوانين المجحفة أو العادات والتقاليد التي تمارس على المرأة. الدكتاتورية والعنف لا تنشأ إلا في تربة واحدة ولا تنشأ إلا معا. لذلك لا أعتبر أن نضالنا كنساء من أجل حرية المرأة ينفصل أبدا عن نضالنا كثائرات سوريات. شكرا لكم لأنكم منحتموني الفرصة لكي تستمعوا إلى صوتنا. شكرا.